روحك من أخلاقك. الأسبوع اللي فات انتشرت على كل حسابات السوشيال ميديا دعوة نبيلة وجميلة جدا، دعوة كانت بعنوان نشر الود. الدعوة كانت بتتكلم على موقف التباعد اللي ممكن يحصل ما بين مجموعة من الأصدقاء أو المعارف لفترات طويلة، وفجأة تلاقيه بيكلمك عشان محتاجك في خدمة. رد فعلك هيكون إيه؟ الدعوة كانت بتقول إنك مرحب بيك في أي وقت، وإن الشخص اللي بيحط الدعوة دي على الصفحة بتاعته بيبقى مرحب بإنه يسند ويساعد أي حد، حتى لو كان في تباعد أو حتى لو كنا ما بنكلمش بعض من فترة طويلة. المعنى ده معنى نبيل قوي، لأنه فعلاً بيأصل فينا روح الود، بيأصل فينا إن إحنا نبقى جدعان مع بعض مهما كان في تباعد أو حتى جفا أو حتى خلاف ما بينك وما بين أي حد، والشخص ده لجأ لك. ما افتكرش أبداً إن أي حد فينا ممكن يفكر لحظة في إنه يساعد الشخص ده، حتى لو كان في حد من أصدقائك وإنت عارف إن الشخص ده مفيش تواصل معاه لفترات طويلة جدا، وإن أنتوا ما بتتكلموش غير لما يبقى محتاج منك حاجة. كفاية إنه عارف إن أنت الشخص الوحيد اللي هتلبي له الحاجة دي، وكفاية إن كل الناس تعرف إن مفيش حد هيخبط على بابك وهترده. هو ده كرم الأخلاق الحقيقي، وهو ده الود الحقيقي اللي مفيش من وراء أي مقابل. نخدم بعض ونسند بعض وإحنا مفيش أي مقابل. حتى علاقة الصداقة ممكن تكون بتتقطع وبترجع ومفيش فيها تواصل مستمر، لكن علاقة الود بتفضل دايما مستمرة، وبيرتبط اسمك بيها لأنك دايما بابك مفتوح، لأن الدنيا بتاخدنا وبتنسينا، وكل واحد عنده ظروفه وعنده ملابسات حياته اللي ممكن انت ما تعرفهاش. وعشان كده بقول لكم خلوا بوابكم دايما مفتوحة لكل الناس، واعذروا بعض واسندوا بعض من غير أي أعذار. روحك من أخلاقك. روحك من أخلاقك.